بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وانعم واكرم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا رب نسألك الجنة وتدخلنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين. آمين. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين، ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين، وادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر لذلك حمدا كثير. وصل الكعبة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وانعم واكرم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر لذلك حمدا كثير. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، ألف ألاف مليون على الحبيب العدنان، صلاة لا تعد ولا تحصى، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب، يا رحيم يا رحمن يا رحيم، ارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم لك الحمد ولك الشكر لذلك حمدا كثيرا. اللهم انك عفو كريم تحب يا رب ربي. يا هلا يا هلا، وعليكم السلام، ازيك يا حبيب يا استاذ محمد، بارك الله فيه. اللهم انك بقالك كتير ما دخلتش وزعلان عمال اسال، وده انت حضرت معانا القران؟ اللهم صل وسلم. انا ماما عملت لك القران هديه، يعني هتحفظ على من وين وين من منين وين من كاير ايجيبشي. يا استاذ محمد تحضر معنا محاضره القران؟ بقالنا 3 ايام. بيسلم عليك يا ماما. ليش يا ولا؟ انا محمد دخلت الاسلام من اسبوع. انا اشرف يا رب، يا رب يتم عليك، يا رب يتم عليك وفرحك يا رب، يتم عليك فرحتك يا رب، يا رب ويهدي لك والديك يا رب، الله يا رب يهديهم لك ويبارك لك فيهم ويسلموا ان شاء الله، يسلموا باذن الله. احنا نتكلم بقى موضوع جميل اليوم، محاضره عسل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم انك عفو. انا بس بفتح لما اهل بينام ان شاء الله يسلموا، ربنا يصلح حالك وبال. طب القران انا ببقى افتح الساعه 1، يعني ما تابعتنيش في القران الا مره تقريبا. احنا النهارده خدنا من 17 ل 20 وسوره وجزء عامه من 3 سور صغيرين. بتسمعني اللي انا قلته المحاضرات السابقه؟ عن ايش المحاضره؟ المحاضره اليوم دلوقتي محاضره جميله، صفات أهل الجنة إن شاء الله. ربنا يجعلنا من أهل الجنات العاليات، مش جنة واحدة، يجعلنا من الجنات كلها يا رب. كل أستاذ أختي انتصار عشان سألني مخصوصة عن صفات الجنة، قلت لها لازم محاضرة. والأستاذ أخت هاجر وكل المستمعين، وعمال أقول الأستاذ محمد حبيبي حمادي ربنا يبارك فيه، لازم أدلعك كده، أنت مولود جديد، لازم نسمع فيديو للقرآن، ماما للقرآن. حاضر اما اخلص. اهلا وسهلا يا حبيبتي، انا مستنياك، لازم ابدا ما. اللهم صل وسلم وبارك. قلت الفجر كان قرب، قلنا بقى بعد الفجر على ما تصلي ولا كده صلي يعني. اللهم انك ان شاء الله، يعني محاضره جميله جدا، وهنفرح كلنا ان شاء الله اهل الجنات، يعني صفات اهل الجنات، مش جنه واحده بقى، صفات اهل الجنات او اهل الجنه. يعني أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب، صلاة لا تعد ولا تحصى قائلة أحد يا رب العالمين. ما معنى الجنة؟ الله، جنة يعني الجنة يعني مرتاحة فيها، يعني المكان اللي أنت عاوزاه بتعملي له، بمعنى البلد يعني.
يا رب اجمعنا يا رب في الجنات العلياه. يعني الجنه لها ثمان ابواب، وكمان لما بتتوضي وتقول يعني تقول اشهد ان لا اله الا الله بعد الوضوء، واشهد ان محمد رسول الله، يعني اي حاجه بتقولها بعد الوضوء بيقول لك انفتح لك ابواب الجنه الثمانيه تدخلي ايتها شاء، يعني بعد الوضوء كمان. الجنه بقى فيها ما لا عين رات. الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون. ما شاء الله على الجنات العليات، ربنا يكرمنا باعلى الجنات الفردوس الاعلى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى فانها اعلى منزله من الجنه. ربنا يكرمنا بالجنات العليات ان شاء الله. يبقى الجنه فما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين، فيها الثياب وفيها الاكل وفيها الشرب وفيها كل حاجه، كل ما تشتهيه. يعني عاوزه الجنه اعملي لها ايه؟ اللي عاوز حاجه بيكتر ليها طول ما بتذكر ربنا، فيها باب الصبر وباب الصيام وباب الصدقه وباب الحج وباب العمره، يعني فيها ابواب كتير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي يا ابا بكر يعني شوف اما عمل له ايه، يعني في غار حراء وقطع هدومه وسد الثقوب يعني الخروم بتاعه الغار، راح الرسول صلى الله عليه وسلم رفع ايده قال اللهم اجعله في درجات في الجنه، اللهم اجعله في درجات في الجنه، في نفس الدرجه. شفت الحب بقى والاخلاص، يعني الصديق والحب ما يكون حب خالص لله ربنا بيصلح الحل للجميع. قال له يا ابا بكر يعني من زار مريضا ابو بكر يقول انا، من صام اليوم ابو بكر يقول انا، من عمل كذا يقول انا، يعني كل ابو بكر. قال له ما لقاش ولا باب قال لما دخل فيها ابو بكر، يعني الجنات يعني الجنه كلها ثمانيه، يعني ربنا يكرمنا بالله. اللهم صل وسلم، حتى الاعمال البسيطه ممكن الاعمال البسيطه اي عمل تعمليه تذكر ربنا تساعد اي حاجه كله بيدخل الجنه، عسل كل الجنه سهله. يعني ايه سهله يا حبيبتي؟ اقرب الينا من شراك نعلنا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده الجنه اقرب اليكم من شراك نعلكم، اقرب الينا. انا عاوز اصوم، ازاي اصوم؟ فهم تصوم اثنين وخميس، يعني تقول نويت الصيام، الصيام انه الصيام من قبل الفجر. لو انت عاوز يعني الصيام يوم الاثنين والخميس دي سنه، وافضل الصيام شهر الله المحرم، وفيه صيام جاي جميل لازم نصوم دي اللي هو العشر ايام من ذو الحجه، ان شاء الله اتكلم عنهم برضه. صيام ذو الحجه دي جميل قوي العشر ايام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال صيام عرفه لمن لم يحج، يعني صيام عرفه نصومه احنا بيكفر سنه ماضيه وسنه، يعني صيام عرفه جميل وبيستجيب الدعوات. لا انا متعوده اصوم من اول من اخر شوال او يعني ذو القعده، او يعني بصوم العشر ايام او تسع ايام، والمحرم لازم اصوم فيه على ما قد ما اقدر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الا شهر المحرم بيقول الصوم بقى، يعني اللي عاوز يصوم بعد شهر رمضان يصوم شهر الله المحرم، يعني افضل الصيام بعد شهر ام صامت ذو الحجه وتوفت الله يرحمها شهر تسع، يعني دخل الجنه ما شاء الله. ام الاستاذه انتصار ماما، مامتنا ماتت وهي صايمه بقى في ذو الحج، ربنا يرحمها رحمه واسعه. امين يا رب، هي في الجنات ان شاء الله مش جنه واحده. ربنا يرحمها يا رب، ربنا يرحمها برحمته الواسعه. يعني الجنه فيها ما لا عين رات. ايه الجنه حبيبي الاستاذ محمد؟ يصوم تقول نويت الصيام، يعني صيام سنة تصوم، لكن عشان تتعود على الصيام يوم كده من نفسك وخلاص، يوم كده يعني مش مهم تصومت على طول. يعني مش شرط زوجي تزوج عليه، وانت عملت له اهلي عشان يتجوز عليك اكيد، لا زعلتيه اكيد، عملت له حاجه قال لازم اتجوز عليك اكسر انفي ولا لا ما ينكسرش انفك ولا حاجه، يعني خليك راسلي كده يعني فريش خلاص اتجوز هتعملي ايه؟ ارضي بما قسم. ليه تصومين شهر محرم؟ لانه افضل شهر الشهور عند الله بعد شهر رمضان يا حبيب، مش كله ما بصومش كله، يعني يوم واحد لو هتصومي عارفه عارف يوم عرفه، لا شهر المحرم اللي هو الرسول يا ماما لما دخل المدينه الهجره يوم التاسع اسمه فيه العاشوراء. يعني ايه عاشوراء؟ يعني موسم للمسلمين فرحه. الرسول لما دخل المدينه لا دي قصه اللهم صل،
يا رب يسخره لي ويهديكم لبعضكم ويحببكم ببعض. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه يا حبيبي قال له لقى مين صايم؟ سيد اليهود. كان فيه يهود في المدينه، يهود المدينه. انا كنت شارحه النهارده تفسير في سوره البقره. المهم دخل بقى لهم صايمين، لماذا تصومون؟ قال لهم يا رسول الله صايمين، هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق من فرعون، يعني ربنا نجاه. نحن احنا صمناه شكرا لله، احنا صمناه شكرا لله. قال له ونحن احق بموسى منكم، نحن نصوم شكرا لله. قال له بقى الرسول قال لنا صوموا قبله يوما او بعده يوما، خالفوا اليهود ما تبقوش زيه، اما تصوم 3 ايام او يومين او دي لوحده او دي. يعني ان شاء الله ما يجي وقتها انا هتكلم على الصيام واكلم على الصلاه والوضوء. الوضوء جميل جدا، وانا اتكلمت لك عليه، يعني لما قلت لك قوم اغتسل وتوضى وخد راحتك من قراءة الكرسي ده، بارك الله مكتوب لم يمنع دخول الجنة حتى إلا الموت. قالت آية الكرسي جميلة وكل حاجة جميلة. يا رب يسل أمركم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك. أنا صليت الجمعة اللي فات، ألف حمد وألف شكر. أيوة كده فرحنا كده، ربنا يفرحها يا رب. شفت بتفرح تيتا إزاي؟ ربنا يبارك لك يا ابني وجعله مبروك عليك يا رب. قالت لي بدل، يعني انا نويت لما قلت لازم القران على الهواء مباشره تحفظ القران وايات صغيره، ممكن اديك ايه كل يوم بس تستمر. يلا ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. الله يسعدك يا رب يبارك فيكم. يعني انا فرحانه ان الاسلام، ربنا يكتر الاسلام كمان وكمان. يعني يا رب يديك التوائم يا رب، بس الجاي ربنا وصلى على رسول الله، خليكم مع الله على طول، ربنا هيعطيكم سؤلكم واكتر من مما يعطي مما انتم عاوزين. يعني ربنا بيعطي اكتر من السائل، من ذكر الله فهو معه. يا رب اصلح لكم وبالكم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يبقى الصيام يا حبيبي نصوم، عاوز تصوم اثنين وخميس تصوم، عاوز تصوم خميس تصوم، عاوز اثنين تصوم، مش عاوز. يعني الصيام يعني بتصوم من قبل تنوي الصيام، من قبل صلاة الفجر حتى أذان المغرب، ساعة ما يقول الله أكبر تروح شارب وتاكل، تتسحر وتاكل بقى اللي أنت عاوزه قبل صلاة الفجر، وتروح متوضي وتصلي ركعتين، يكون الفجر قرب يأذن، تروح تصلي في المسجد أو تصلي في البيت. يعني الحمد لله اللي أنت صليت الجمعة في المسجد، وعود نفسك تصلي على طول، ربنا يصلح لك وبار. منذ شهرين كأنه عريس ومعه عروسة طويلة، ما شاء الله عامل خير. رأيت والدي متوفي ومنذ شهرين كأنه عريس، عسل ما شاء الله، عامل الطيبات وانتو وهو، يعني انتو مفرحينه وهو عامل الخير أصلا. ربنا الحمد لله، دي فرحة يعني، عسل حاجة تشرف. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عمل الخير والآه ذلك ما قدمت يداك والجنة، يعني الحور العين في الجنة، كل حاجة في الجنة. الجنة فيها أكل وفيها شرب أحلى من الدنيا. الدنيا الدنيا مدنية، الدنيا يعني معبر أو ما يعني كبري زي ما بيقولوا للآخرة، وللآخرة خير وأبقى، وإن الدار الآخرة للحيوان، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الجنة وما أدراك ما الجنة، فيها النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، يعني فيها ثياب سندس وخضر استبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الله. وفي سورة الإنسان، يعني سورة الإنسان اللي أنا قلت إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشربوا بها عباد الله يفجرون تفجيرا، يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. الآية دي لها مناسبة أو لها يعني إنه مناسبتها أو نزل. السيدة فاطمة كانت صايمة في يوم، وبعدين جات سائلة ادتها اللي معاها، يعني خلص الحاجة اللي معاها. أنا هاجر دخلت، ألف حمد وألف شكر، عليكم السلام، الحمد لله على السلام. يبقى يصلح حالك يا بنتي، ماما بتدعي لك. ايوه ربنا يصلح حالك وبالك يا رب. أيوة وشفيك وبريك وشفيك كل شهر يا رب. شوف الدعوات الجميله بقى، يعني لازم نشجع كده ماما ونعمل لها لايكات ونعمل لها يعني ننشرها في العالم كله. ده من اسرائيل بيقول لها احنا بنحبك يا مكتوب كده على الشاشه، واللي بيتابعنا تلاقيه شافه كمان. يعني قلت لها شوف من اسرائيل يا ماما بيقول لي بنحب. ربنا يبارك فيكم يا رب بالصحه والعافيه. يبقى الجنة يعني فيها استبر يعني جميع ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وفيها جميع حبيبتي بتقولك أنت حبيب قلب بنتك هاج،
وياك يا رب. ايه ويشفيك من جميع الامراض. يا رب يبريك من كل شر. يا رب شوف الدعوات بقى والاستاذ محمد وكل. يا بنتي وحوش عنك الشر والغلس كله انت واهلي. يا رب. والاستاذ محمد وسامح. الاسلام وبقوا حلوين دول وبقوا يا ربنا. يا رب الحمد لله نحمد ونشكر فضلهم. يا الله يا يعني بنتي ده ربنا كرمكم ونباكم. الحمد لله الاسلام يعني انت. نباكم والله. يعني اما حلمت بتقولي لابسه حجاب الحجاب ده الاسلام حماكي من نار جهنم. لا يعني الاسلام يعني. يعني العريس هيجي يعني الحجاب هو الاسلام يعني انت لبست الايمان والاسلام الله يحفظك ربنا يبارك فيك والعريس هيجي لي والعريس ربنا يصلح حالي والعريس بقى هتتجوز قريب بقى هتخطب خطبيت اه هي بتقول مبروك يا بنتي ما هي كنت قالت له كنت بجيب الفستان ربنا يصلح حالها يا رب شوف الاسلام عسل عليه الاسلام نور يبقى الجنه فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين فيها كل ما تشتهيه وجميلة يعني الجنة فيها عينه يعني العين ما العين الرأي اللي ما شفتش خلصت تشوفي في الجنة في الخير دائما واللي كان في نفس الواحد هيلاقيه كله في الجنة إن شاء الله اللي ما شافوش واللي ما لقوش هيدوقوا كله يعني السيدة فاطمة ما هي صايمة وقعدت تطلع المسكين جه مسكين ويتيم وأسير تلات إنما يعني في سورة الإنسان لسه قايلها دلوقتي الآية لا نريد منكم جزاء ولا شكرا إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فرحانين وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ولا فيها شمس ولا فيها حر جميل الجنة نعيم مقيم لا يزول ولا يحل أبدا اللهم أدخلنا الجنات العليات مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم تسليما كثير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ليله الاسراء والمعراج شاف دول من اهل النار ودول من اهل الجنه يقول له ما هذا يا اخي يا جبريل قال له دول اهل الجنه الحور العين والناس الحلوين قال له دول ايه يا اخي يا جبريل قال له دول اهل النار اللي ما بيصلوش وقعد بقى يقول لهم طب مال خازن النار ده مالك النار واقف قال له دي ما بيضحكش ابدا من يوم ما خلقوا ربنا هو واقف على باب النار والعياذ بالله يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا على النار والعياذ بالله لكن احنا في الجنه ربنا يجبر خاطرهم يحب يوم الجمعه يوم الجمعه عشان اسلمت فيه والاستاذ محمد اسلم فيه واحلى يوم سيد الايام واليوم المبارك وفيه سوره الجمعه والصلاة على الحبيب بتوصل للحبيب يوم الجمعة الأرض عيد الأرض جمعة وفي السماء عيد سمحت بقى يعني يوم عيد يعني ربنا عامل لكم عيد عسل يعني ربنا فرحان بيفرح بعبده أول لما بيتوب ويرجع إليه بيفرح ويغفر له ذنوبه كله يعني كله أكن مولود نهارده ربنا يصلح حالكم وبالكم أموركم قول لها يا رب سهل يبقى الجنة وبشر الذي في سورة البقرة وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري مش جنه واحده العمل الصالحات يا حبيبتي العمل القليل يعني بناخد به لارفع يرفعنا الاعمال الدرجات العاليه ربنا بيكثر يعني مثلا حديث ضعيف اخد به لرفع الاعمال ان شاء الله صائمه النهارده اول يوم صيام ليه هيخلولك الف حمد والف شكر ربنا يتقبل منك يا رب صايم اما انا كنت اقول لك لو انت ما اكلتش نوعين وصيام عشان يبقى الصيام تتعلم بقى يعني الصيام بيعلم يوم بيوم كده كل مدى صوم اليوم يعني لله في ميزان حسناتك ان شاء الله ربنا يقبل إيه نجدك من اللي كنت فيه نعمه الايمان والاسلام كده كبيره اللي رضى عليك كده الحمد لله تقولي الحمد لله رضت عليا يا رب برضاك على نعمه الايمان والاسلام وكفى بها نعمه الحمد لله يعني فيه دعاء كده الملائكة يقول اللهم لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك وعظم السلطان في ورق الصلاة ساعة ما نقول سمع الله لمن حمده تقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك الملائكة يعني ربنا يقول لهم يا ملائكتي اكتبوها كما قالها عبدي بيقولوا احنا لسه بنكتبها من سنين وما خلصتش لا نكافئها ربنا يقول لهم اكتبوها كما قالها عبدي اختي في محرم قتل الحسين بسطه الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء فكيف تصومين وتفرحين نفرح امال هنغم ولا ايه الرسول ما كلنا هنموت لازم نفرح انت بتصوم لله انت مش بتصوم لرسول الله ولا بتصوم للحسين ولا انت بتصوم الصيام لله شكرا مديك صحة لازم بيقول زكم اساله كده كده كلنا هنموت انا مش فرحانة
بيقول اعظم مصيبه الموت، واعظم مصيبه مصيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصيام ملوش دعوه باللي مات ولا حي، اذا انت بتصوم لنفسك. اه من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفة، عارف 70 بين السماء والارض. انت بتصوم لنفسك، صوم يوما في الحر يعني عشان يكوكم من نار جهنم. يعني انا على طول تلاقيني ما كنت مسافر الكليه على طول ماما تقول لي انت على طول صايمه كده، قلت لها الحمد لله اصوم واوهب الصوم صواب الصوام لماما لبابا اللي مش قادر اصلي على الحبيب واوهب الصلاه. يعني مش تقول تفرحين وتفرحين، اه نفرح طول ما مديك صحه تستغفر ربنا وتصلي على الحبيب تقول الحمد لله انا احسن من غيري، تذكر ربنا اكتر واكتر وتحمد اكتر واكتر وتشكره اكتر واكتر. انا قلتها لماما ما كنتش راضي اتجوز، قلت لها ماما ربنا عملنا كده عشان نحمده اكتر واكتر ونشكر اكتر واكتر. شكرا على الورد الجميل يا حبيب استاذنا العسل استاذ محمد. يعني كل كلام عسل كده، يعني سواء كبير صغير متجوز دكتور، يعني بتكلم لانه وقولوا للناس حسنا. امال ادخل الجنه ازاي؟ لازم الكلام اللين السهل العسل. الجنه سهل، الجنه سهل في الكلام السهل، تقول لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله. طول ما انت يعني اما واحد ابن الانسان يموت ابنه صغير يقول له يعني قبضت ولد عبدي فؤادي، يقول له نعم يا رب الملائكه. طب هو بيقول ايه في الارض؟ قال له بيقول الحمد لله. قال له ابنه له بيتا في الجنه وسموه الحمد. الله في احلى من كده؟ في احلى من كده جمال وكمال؟ وان شفت القران وانا بشرحه ازاي يعني تفسير مبسط وسهل، بس هو بياخدنا بقى يعني من البقره تلاقي يعني سبحان الله كلام جميل. الحمد لله على نعمه الايمان والاسلام وعلى الصلاه على الحبيب. اللهم لك الحمد ولك الشكر لذلك حمدا كثيرا. يعني لازم نفرح برسول الله وبالصلاه على الحبيب وبالحسين. ربنا عمله كده، ما نتكلمش في اولياء الله الصالحين مش نفرح. اه انت بتعمل لنفسك يا حبيبي، وانت ما تحزن ويجي لك اكتئاب ويجي لك هم وغم. بيقول لي مقتول يعني مقتول في المحرم والرسول مات والسيده فاطمه وتفرحين؟ اه نفرح احنا هم ولينا لينا الرز بتاعتهم. واولياء آل بيت رسول الله في مصر، يعني آل بيت رسول الله كلهم في مصر. والحسين هم هنا دول واحده جابت طلعتهم من هناك وجابتهم لمصر. يا شو الغلام رسول سموهم الغلام يا في مصر اللي مبني لها مسجد زيه ومقام وكل حاجه. اه بس مش نقعد تلف بقى ورا حول المقام، ويعني تخش تصلي تخش تتركع لله والصيام لله والفرح. انت بتفهم واللي بيزور الحسين وام الغلام بيبقى انكتب له حجه وعمره تامه تامه. هو يعني بيقول لك يعني جزاكم الله ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم يعني الصلاه على الحبيب من اهل الجنات. وطول ما بتصلي على الحبيب انت في الجنه، طول ما بتذكر الحبيب وتصلي على الحبيب انت مع رسول الله ذكرك على طول، وطول ما بتقول لا اله الا الله انت في الجنه مع الله. ما بنقولش الا مولد النبي مولده، مش بنقول موته. احنا ما بنجيبش سر ربنا مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حاضر ما تردش عليه. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب يا رحيم. لا برضه اقول لهم نستغيث بالله نستعين بالله كل حاجه بالله ولله. يعني الجنه يعني شرحت صفات المتقين، يعني صفات المتقين اللي بيخافوا ربنا الذين يؤمنون بالغيب وكم نص اهل الغيب الغيبيات. الجنه الجنه فيها عين، يعني احنا مؤمنين بالجنه. الجنه حق والنار حق والقبر حق وعذاب. كيف تصلينا على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ تقول اللهم صل على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. وعدد حروف عدد كل شيء، عدد حبات الرمال وعدد قطرات الامطار. بس عليكم صلى الله على النبي 1000 مليون. تصلي باي طريقه يا حبيبتي او يا حبيبتي، صلي على الحبيب كيف شئتي على قد ما تقدري. الله ايوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين وعلى ذرية سيدنا محمد وأتباع سيدنا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بس مش هقعد بقى أقول مش هقعد أقول الصفحة دي كلها، أنا بختصر وصلي على الحبيب خلاص صلى الله عليه وسلم. والأعمال بالنيات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أنا بصلي نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وكل حين وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
اللهم انك عفو كريم، صلي عليه كيف شئت. انت بتصلي على الحبيب، ربنا ما قالش وقال يعني، وقال محمد دي حديث يعني، دي في آية في القرآن ان الله وملائكته يصلون على النبي، ما قالش بقى وقال النبي او ابراهيم وقال ابراهيم، احنا دي في حديث تاني، بس انا بقول في الآية، احنا بناخد في بالآية الاول، مش تقولي بطراء ولا اطعاء، انا بصلي على الحبيب لان في كلام كتير بختصر الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو مش في الصلاة، هقول التشهد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يعني عاوزه تصلي الصلاه الابراهيميه صليها، عاوزه تصلي على الحبيب خلاص. الرسول قال له يعني ابي الدرداء بيقول له يا رسول الله اصلي عليك كيف يعني قد ايه؟ قال له ان شئت وان زدت فخير لك. قال له يا رسول اصلي من المغرب، اللهم صل ان تصلي كما امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا امرنا لازم يعني، انت بنصلي على الرسول ربنا امرنا كما امرنا كما امرتنا تصلي عليه يا رب، نصلي عليه كما امرنا الله، اللهم صل وسلم وبارك حبيبي. نصلي كيف شئت، تصلي بالابراهيميه، تصلي عادي، اي حاجه توصلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول ما لا يجوز، مش خطا مش خطا، صلي زي ما انت عاوز. إذا ذاق بك الأحوال يوما ففر إلى الله، يعني إلجأ إلى الله، فصل على سيدنا محمد. إذا ذاق بك الأحوال يوما ففر يعني فر إلى الله، فيه يعني في أبيات شعر جميلة ما بقولها ببكي، وإن شاء الله هعمل فيديوهات كده ابتهالات جميلة وحاجات، وأنا عاملة نشيد وعاملة حاجات في القناة، يعني قناة كوكتيل يعني، مش فيها قرآن أو كده. اللهم صل وسلم، ده تفتينا من عندك ولا بتقول إيه؟ لا بفتي، عاوز تصلي زي اللي انت عاوز تصلي يعني، مش امر يعني. اللهم انك عفو، لا يعني اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله، اللهم انك عفو كريم، ربنا يديك يا رب الذريه الطاهره، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله في الاولين وفي الاخرين وعدد كل شيء، وعلى ال ابراهيم وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على جميع الانبياء والمرسلين، اللهم امين يا رب العالمين. يبقى اللهم وبشر صفات المتقين، يعني احنا المتقين بيؤمنوا بالغيب والشهاده وعالم كل حاجه، عالم الغيب والشهاده، فلا يظهر على غيبه احدا سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. يبقى صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وما رزقناهم ينفقون، يبقى صفات أهل الجنة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني بيت الجنة غرفات، غرف فوق غرف، يعني لسه شو بس في الأول كده بتكلم، وما خلص ماما تقرأ سورة السجر ده نصح إن شاء الله تقدر يا ماما، سورة واحدة تقرأي ماما، ماشي ربنا يبارك فيك يا رب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. يبقى صفات اهل الجنه، او صفات اهل الجنه يعني صفات اهل الجنه، عاوزه تخش الجنه تعملها ايه؟ تصلي الوقت بوقته، لا غله ولا حقد ولا حسد، يعني الجنه والحور العين واللي عربا اطراب، يعني عربا اطرابا، يعني الرسول بيكلم عجوز يقول لن يدخل الجنه عجوز، بيضحك معاه يعني تبكى، قال لها لا يعني يدخلها 33 سنه عربا اطرابا، يعني لأصحاب اليمين، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أترابا، يعني هتبقى 33 سنة عروسة كده شاب في رعاية شباب، وضحكت يعني بده، يعني بيقول لها لن يدخل الجنة عجوز، قالت له لا يا رسول الله، بيضحك معه، قال لها يا ربنا هتخش يبقى 33 سنة كده. شوف الحور العين بقى جميلة، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. على كل حال تصلي على الحبيب في أي حال من الأحوال، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. يبقى لأهل صفات الجنة يعني وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمر، كلما بياكلوا فيه أنواع الفاكهة وأنواع الثمار وأنواع، سبحان الله، ولمن خاف مقام ربه جنتين، اللي بيخاف ربنا له جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إن الجنة هي المأوى، يعني المأوى يعني مكان مستقر لازم أعمله وأجتهد فيه، زي ما بجتهد أقعد أنظف البيت وأقعد أعمله أجتهد في العبادة،
ما انظرش، بيقول لا تنظر لأعلى منك في الغني، انظر لأقل منك في في الفاقر. يعني اشوف الفقير احمد ربنا واشكر فضله، اشوف بيقول انظر لأعلى منك في العلم والإيمان والإسلام والقرآن، تبتل وتبتل إليه تبتيلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. سبحانه وتعالى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم. يا حبيبي أنا ما بقى يعني أنا ما بقى ما بختم يعني إيه، أنا ما بعارضش معاك أو أني فهماك أو فهمة، بس أنا بقتصر يعني صلاة على الحبيب. بعد أقول برضه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل كما باركت على سيدنا محمد وعلى يعني، لكن أنا بقتصر وأقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخر وعدد كل شيء، وربنا أعلم بالنوايا، ونصلي على الأنبياء والمرسلين وجميع النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وآل سيدنا محمد وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد. بختصر أنا في كلامي في الصلاة على الحبيب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو لا أنا مش عم بعنيتش، يعني قدامك عسل أهو، أنا بتكلم في صفات أهل الجنة، يعني إحنا في الجنة نتكلم فهم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحانه وتعالى، يعني فيها اللبن وفيها وفيها الخمر وفيها، يعني مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من لبن، يعني فيها أنهار من عسل مصفى وخمر ولذة للشاربين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله في كل وقت وكل حين وزمان ومكان. وهنا لما أقول الكلام ده مش هتقعد أقعد أقول وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بقول كده على طول ما تزعلش يعني، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين، وصحبه بقى الصحابة كمان. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي. هلو هلو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى الجنة مش جنة واحدة، ولا من خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ذلك حمدا كثيرا. يعني الجنات المأوى، جنات المأوى مكاني، لازم أعمل لمكاني دي وأفضل وابتهل، يعني أجتهد في الدعاء وأجتهد في العبادة وأجتهد أساعد الناس وأدخل السرور على الناس وأقول الكلام جميل للناس وقولوا للناس حسنا. يا الناس هي الجنة سهلة كده؟ سهلة وجميلة لكل يعني لينة، سهلة للمين؟ للمؤمنين الموحدين بالله اللي بيقولوا كلام للناس لين، ما بقاش صعب عليهم أمرهم، ما ندخلش الغم والهم عليهم، لازم ندخل السرور عليهم. قال له صلي يا حبيبي على الحبيب، صلي على النبي، صلي استغفر الله، صلي على رسول الله، قول لا إله إلا الله، ساعد الناس معاك أي يعني اللي تقدر عليه اعمله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي رسول الله. بصلي عليه يا حبيبتي، أني سامعك ومش سامعك، بصلي لساني أصلا متعود على الصلاة على الحبيب، وقلبي قبل لساني. اللهم صل وسلم. البخيل من سمع اسمه ولم يصلي عليه، نعم، لكن اللي أنا بشوف بصلي، بتكتب الصلاة على الحبيب بصلي أكتر ما بكتب. اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي رسول الله وآل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم انت اللي مش عارف تعدمه. اللهم صل وسلم، اتخيل لك كده يا كده هدي عشان كنت بقعد على الدرح على الشمام. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا حي حين لا حي. يبقى الجنه جنات، مش الجنه وحده، تجنات، واللي بيعمل الخير بيلاقيه، يعني ذلك ما قدمت يداك وان الله ليس بالظلام للعبيد. يبقى الجنة جنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين الأبرار. حاضر يا حبيبتي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا طاهرين الأبرار، جعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر لذلك حمدا كثيرا. يبقى الجنة فيها ما لا عين رأت، وغرف، يعني غرف من فوقها غرف، يعني مش غرف وحدي، يعني غرف اوض جميله جدا، وازاز فوق ازاز، يعني جميله، لا يعني مهما نوصفها مش هتبقى زي الحقيقه. سبحان الله، رسول الله وصفها لنا وقال له الجنه نعم، كل خطوبه من ذهب وطوبه من فضه وفيها ايه، سلاما سلاما، لا ظليل ولا يغني من اللهب، يعني يعني الجنه لا يعني ما فيهاش يعني ما فيهاش شمس، لا شمسا ولا زمهريره،
يا رب، يديك يا رب التوائم يا رب، يا رب حق رسول الله، وسهلك امورك بالصلاه على الحبيب، اكثري من الصلاه على الحبيب وذكر الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثير، واله الطيبين الاطهار. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ذلك. يبقى الجنه لها غرف، يعني بيوت الجنه اللي هي الغرفات، في الغرفات امنون قاعدين بقى اطمئنوا، كل واحد عارف مكانه، متكئين على سرر موضونه. يعني افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء، يعني الجنه اللي في سوره هل اتاك حديث الغاشيه، فيها يعني جنات عاليه لا تسمع فيها لاغيه، فيها عين جاريه، فيها سرر مرفوعه واكواب مرفوعه. تقعد حفظ العيال انطط لهم الارض كده وارفع عشان بوصف لهم، اقعد اشرح لهم كلام يفهموه، يروحوا يحبوا القران، يستنوا الحصه لحد ما جه. والله بنحبك يا بط او ابلة بط على طول. ليه؟ لان بسهل لهم الحاج، من سهل سهل الله عليه. ما تسهل للانسان او تسهل اما تبقى لسه في الابتدائي او في اعدادي ولسه انت داخله، يعني ما اديهاش الماده مره واحده، لا يعني الاستاذ او المدرسه اللي عارفين المناهج وعارفين كل حاجه، يعني بس انا ببسط لدرجه اللي ابسط من البسيط كمان، لان ما بحبش اصعب على الناس امورهم. من شدد شدد الله عليه، باخد بالاحاديث، لو في ضعيف حتى واضعف من الضعيف باخده. ليه؟ بعمل به، لان ربما كلمه واحده توديك اعلى الجنات. لكن امسك انت في الصحيح، انت بتاخدي بدعه، انت الصلاه على الحبيب بدعه، صلي عليه زي ما تصلي، المهم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابو الدرداء قال له صلى عليك، قال له ان شئت يا رسول، يا الرسول قال له ان شئت وان زدت فهو خير لك. بحب الحديث ده وتلاقينا كررنا، احنا بنحبكم، ربنا يبارك فيكم. يبقى ابو الدرداء بيقول له ايه يا رسول الله، اني احب الصلاه عليك وبحبك قوي يا رسول الله، اصلي عليك قد ايه؟ قال له ان شئت، يعني اللي انت عاوزه، كيفك انت، كيفك براحتك. قال له وان شئت فهو خير، يعني وان زدت فهو خير لك. قال له اصلي الربع، النص، الثلث، الثلثين؟ قال له يعني اللي انت عاوزه. قال له خلاص اذا يا رسول الله اصلي عليك عمري كله. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كلمتين اتنين، قال له اذا يغفر ذنبك ويكفي همك. في احسن من كده؟ من كان في هم او غم فصل على المختار ياتيك بالفرج، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، واله واصحابه الطيبين الطاهرين الابرار، وصلي وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين يا رب العالمين. يبقى في الجنه غرف فوق غرف، اللهم ربنا يبارك لك فيهم يا رب العالمين، ويصلح حال العباد والبلاد. يبقى الجنه فيها مش يعني بيوت، يعني بيوت الجنه مش زي بيوت الدنيا، بس احنا هي غرفات. يعني في الجنه غرف من فوقها غرف تجري من تحتها الانهار، الله على الجمال، سوره الزمر يعني جميله، غرف من فوقها غرف تجري من تحتها الانهار، يا سلام. وسوره اللي هي الغاشيم، هل اتاك حديث الغاشيه، صباح الفل والخيرات، ربنا يبارك فيك. يعني انا بسال الناس امورهم، بقول لك ذكر الله والصلاه على الحبيب لا اقل ولا اكثر، يعني ما تصلي على رسول الله وتذكر ربنا دي انت في الجنه ونعمه. بس ما يكونش قلب مغلول ولا فيه غل ولا حسد، ما هو الجنه ايه، ما بيدخلهاش الحسادين ولا القلب اسود. الجنه للقلب السليم، للقلب الطاهر، للقلب الخاص لله، ما يبقاش فيه غل ولا حقد ولا لاخيه ولا فيه شحناء. شحناء يعني بغضاء وكره، ويكون عنده خير وانا ما عنديش، اكره له الخير ليه؟ انا اقول يا رب زيد واديني، يا رب اديله. صاحب الورد الجميل يعني بيبصد وبيفرح ماما، اقول يا رب فرحه اكتر واكتر، يعني اللي بيدخل بالسرور ربنا بيديله السرور اكتر منه. وقولوا للناس حسنا، ده في بني اسرائيل، ربنا قال له وقولوا للناس حسنا، اطيب الكلام واحسن الكلام والين الكلام وابسط الكلام واسهل الكلام نقوله، عشان لنفسك قبل كل شيء، تتعود لسانك على الطيب، عود لسانك على ذكر الله، عمرك ما هتسيب ذكر الله ابدا، عود لسانك على الصلاه على الحبيب، عمرك ما هتسيب الصلاه على الحبيب ابدا، تبقى انت في الجنه وانت حي. ده الرسول بشر الصحابه بالجنه، يعني منهم بشرهم بالجنه ومنهم بشرهم بالنار، اللي هي الناس الكافر زي ابي بن خلف دي، اللي هو الكافر لما خد العظام حته العظمه وقال يا محمد ايح الله بعد هذا ما رمتي، قال له نعم وابعثك وادخلك جهنم. لكن الصحابه الطيبين الطاهرين بشرهم بالجنه،
أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، واللي أبو طلحة في الجنة، كل وأبو هريرة في الجنة، واللي وعبد الرحمن بن في يعني قاعد يعد 10. يعني واحد اسمه عكاشة بيقول يا رسول الله ادعي لي أن أكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، يا رب اجعلنا معاهم. اللهم من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلموا، نحن سنعذبهم مرتين. من هم أهل المدينة؟ الله سؤال يعني بتسألني؟ أهل المدينة، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، هم تلاقي اللي كانوا في المدينة تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي، 3 تخلفوا عن رسول الله. بعدها في الآية اللي بعدها أو في الصفحة اللي بعدها في سورة التوبة كذلك، الربيع وزراء بن كعب وعبد الرحمن، هم 3 بس اللي تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من أهل المدينة، ورجعوا تابوا أنابوا إلى الله. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين من بعد ما في ساعة العسرة، يعني بيقول لهم تخلفوا عن رسول الله، يعني تخلفوا عن الغزو، يعني وقعدوا يبكوا، قعدوا يبكوا بكاء شديدا، يعني ومن يعني وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبوا وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. شفت، تابوا وأنابوا إلى الله. من قال لك تاب، من قال لك تابوا؟ ربنا الله بيقرأ الآية كويس ولا بيقرأ الآية صح؟ ربنا هو التواب الرحيم، تابوا إلى الله واستغفروا ربنا. كل ما واحد منهم يعني الرسول يبص لهم يزعلان، يرى كل يوم واحد يروح بيته حتى إذا ضاقت الأرض وراحوا يعني ضاقت أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يبقى الآية كويس وتمتعي بآيات القرآن، ما أقولش من اللي قال لك تاب ولا من اللي قال لي، الله جل جلاله سبحانه وتعالى وقت لم يتوبوا لا تابوا. شوف الآية كويس ولا، اللهم صل وسلم ثم تاب الله عليهم، تابوا ولا ما تابوش؟ ثم تاب الله عليهم إنه هو التواب الرحيم، تربنا اللي قبل التوبة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم انك عفو كريم تحب العفو. يا ريت انا ما بحبش جدال في الكلام دي لان انتوا بتنسوني، ما اقعدش بقى لان لازم الايه، انا قلت لك الايه وعدتها مرتين، يعني انا قلت لك قبل ما اقراها قلت لك في سوره التوبه لما جبت لي مني يعني بتساليني سؤال بجاوب لك، ما اقعدش بقى يعني اجادل، بس يعني بقول لك بالقران، ما بجيبش ما بألفش، دي مش تأليف نفس. اللهم صل وسلم وبارك وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يعني بتمتحنيني بقى ولا قاعدة في اللهم انك ما انت شاطره وبتساليني بقى، انا عاوزه اوصف صفات الجنه. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. ما حكم ايات ترديد ايات الحمد تجاه يا جاهله الان؟ اللهم صل وسلم وبارك ترديد ايات الحمد، تقول يا رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء، واذكر الله صلى الله عليه وسلم، واذكر الله وصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا تشغلي نفسك بذكر الله ربنا هيديك اللي أنت عاوزاه، لكن هتشغلي نفسك بالحمل وتقعدي في دماغك الشيطان هيضحك عليك ويركبك ويقول لك ياخدك عن ذكر الله، سيبك من الحمل رب سيبك من الكلام ده، تحملي بتاع ربنا، لكن أنت ما تذكر ربنا وتصلي على رسول الله ربنا هيديك كل حاجة. حضرتك بيقول له انا عايز خير، استغفري ربنا، عايز عيال قال له استغفر الله استغفر ربنا، والتاني اتقال له عايز عاوز مال وعايز عيال، قال له استغفر، قال له كل ما اسالك على حاجه تقول استغفر ربنا استغفر، قال له امال استغفر، نزلت الايه بقى يستغفر ربكم، نزلت الايه سوره نوح القران انت قاريها من بري اغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يقول لنا جايبها من النخل اللي بتجادل باموال وبنين ويجعل لكم جنات وانهارا، يعني من كل حاجه هي ربنا يجبرك يا رب ويشفيك كل حاجه. ترى انت ما سبحان الله لسه متكلمه دلوقتي، مش قادره اصلي الكلمه من الصوت
سبحان الله. يا يعني بتحب تسمعك وتشوفكم. بنبارك لفتحها بالورد وخلاص. يا سبحان الله. مش قادر حتى كان. ربنا يكرمك يا رب، يشفيك ويعافيك يا رب، ويخفف كمان. يا رب اشفي جميع المرضى وارحم جميع الموتى يا رب. اللهم صل وسلم. يبقى الجنة في جنات، يعني مثل الجنة التي وعد المتقون. اترك ماما جزي عليهم. على اتركها عليهم. لا معلم يعني بتقول سيبها. ما هي دي ما خلاص ما قفلت بقى، اصل مش الشيعة عادته. من اللي قال الكتاب؟ ما تابوه ربنا. لا ما هي يعني عمل عيد لها في الآية وزيد ولا بعيد له؟ قال ايه يقعد يجادله ونزلت فيه بيمتحني، قاعدة في امتحانه في محاضرة ولا ايه؟ يعني لو هو في امتحانها اقعد ألف نزل زي ما نزل. في المدينة يعني دول في المدينة وضقت بهم الأرض لما عملوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بقى وغضب عليهم زعل حتى إذا ضاقت الأرض. المهم يعني خلينا في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا مسلم حالي حالة شون مسلم شون شيعة؟ لا أسلم. سيبك من الشيعة دي، بلا شيعة بلا إيعة، سيبك من الشيعة عشان هتكفرة. لازم تأمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ما تأمنش بتقول علي ولا على حسين، تقول يا رب على طول. حتى الرسول ما بنستغيث، لا نستغيث بالله وحده، المستعان هو الله. يعني انت اسلم اسلام خالص يا حبيبي، لكن تقول شيعة وتقعد تجادل مع لا. ربنا يا رب بيدعوا لك ماما، الله يحفظها ماما جزي يا رب، ويطول عمرها بصحة وعافية يا رب، يكبر خاطره الجزاء خير الجزاء. يكبر بخاطركم يا رب، مسترها وياكم. ماشي بدي افرح بيكم ازاي حبيبتي؟ مسترها وياكم واولادي يا رب كلكم يا رب. مش مسلمة هزيمة، مشركة. ربنا ما اللي بقول لها اسلمي يا ولا اسلم، لازم يأسلموا. اللهم تعرفنا عن الشيعة، ربنا يكفينا شرهم. لازم تأسلم، اسلم اسلم خالص لله. ان الدين عند الله الاسلام، ما قالش شيعة ولا الخوارج ولا المعتزلة ولا الوسط. لا سيبك من الكلام ده، شعوذة كله. شعوذة ماما قلت لك، يعني اسمع كلام ماما واسلم. قول يا رب دخلت في الاسلام، اسلام خالص لك يا رب. اللهم صباح الفل يا عسل. انت عارفين عن الشيعة، الشيعة اقسام بقى فرق. انا مش هقعد اتكلم لك عن الفرق، احنا خلينا في الجنة عشان نبقى في الجنة. ما نعرفش الا سيدنا محمد. هو الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا والله جل جلاله ربنا وقصص الانبياء من القران، مش من ما بنقولش حاجه من غير القران. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد، والعسل الاستاذه العسوله دي. يا صباح العسل على العسل الورد الجميل. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجنه، الجنه سهل اللين والنار مثل صحيح الاسلام لوجه الله عز وجل. الاسلام تقول اسلمت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. انت في الاشراك دلوقتي، الشيعة ما هي اشراك بالله، تدخلك دي تطلعك دي. لا انا بقول لك الايه، صحيح الاسلام لوجه الله، ان الدين عند الله الاسلام، وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم، يعني الغل والحقد بينهم. هل هو احسن ابو هريره مسلم ام محمد الطيبين ابو من هو احسن، ابو هريره ولا ومسلم ولا ام ال محمد الطيبين؟ ما قال محمد، ما هو ابو هريره من ال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت يعني ما هو الصحابي، دي صحابي ما تقولش مين الاحسن والمش الاحسن، دي صحابي. وقال محمد احنا تابعين متابعين، وقال التابعين يعني ابو هريره هو يعني ما اقولش كل يعني الانبياء اوله اسم تاني. عبد الرحمن. شفت ماما عبد الرحمن بس بيدلعه بقى، بيقول له ابو هريره. عبد الرحمن كان بيتني لعب القطط. اسمه ابو هره، كان بيقول له يا ابو هره. قلت لك له اسم تاني يعني مش قادر. وكانت امه كافره. سمحت بقى واسلم. ما بقاش تاكل ولا تشرب، واللي دخل في الاسلام هو كان نقر كافر. دخل في الاسلام ما سالش عن امه، تاكل ما تاكلش، قال له ادعي لامي انها ربنا يهديه. قال طلب من ربنا على ما راح ابنها الاهل دي شهدت سبحان الله، وعملت له اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لوحده، وراحت مش ما اسلم
وصلت وتوضت وصلت ودخلت في الإسلام على طول. ثم أبو هريرة عشان كان ماما قالت لك يا عش ولا قالت عشان كان شايل الهرة في كمه والهرة ولدت في كمه، قال له أبا هر أبا هرة يعني أبو هريرة، لكن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي ومولده بقى، وكان يعني دي تعرف الرو بقى، بس اسمه بقى بالاختصار هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. كان يقول عبد الرحمن بن عوف. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عبد الرحمن بن عوف غير عبد الرحمن بن صخر، دي عبد الرحمن بن عوف دي اللي دخل الجنه، قال له ابوك يعني شايفه اللي هو لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. ربنا يجبر خاطرك يا رب العالمين. يبقى الجنة، وما أدرك ما الجنة؟ جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار سبحانه وتعالى. يعني مثل الذين مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، يعني فيها يعني كل القرآن مليان كل حاجة من البقرة جزء عام. تروح مصر؟ أروح مصر؟ لا مش عاوزين نروح. اللهم صل وسلم وبارك عليك. قلت له تروح مصر؟ هتروح مصر عديد يا رب ما تنزل ابدا ماما، انا مش عاوزاها تنزل، ادعي لها يا رب سهل لها امورها وتنهينا على طول يا رب. اللهم صل وسلم وبارك. قولي بس ان اموت هنا يا رب قبل ما انزل. ربنا يبارك، ربنا يطول عمرك وتختم القران يا رب ويسهل لك امورك. هي ختمه القران كم مره يا بابا؟ ربنا يحقق لك ما تمنوه يا رب. وحبيبتي الاستاذه انتصار، حبيبتي اختي، والاستاذه هاجر، والاستاذ محمد، وكل من ربنا يجبر خاطركم أجمعين، وأصحاب الورد الجميل، والسامعين واللي بيتابعوا كله يا رب. يبقى الجنة من أول القرآن يعني إلى آخره مليان الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، يعني الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى الجنة. طيب أنتوا خارج مصر، إحنا في السعودية دلوقتي قاعدين في الرياض. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اقرا كثير فهم امر امرها كبيره ولم يبكى الامر كده، ارجوك افهم يعني ايه مش كثير. انت كاتبه ايه كده يا اختي امنش بعيده عشان بتمشي. اللهم صل، لا انا ان كان على القراءه بقراش الا القران وبفسر من القران، لكن اقعد اقرا كتب عنايه عشان وانا بذاكر ولا في كليه. امك على خير استاذه بط، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي، ربنا يصلح لك وبالك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول. يبقى الجنه الدين الصحيح لله عز وجل. ما احنا قلنا الدين لله، ان الدين عند الله الاسلام، وانا بقول له اسلم وجه، ومن اسلم وجهه له محسن فله يعني تاسلم، اسلم لله، خلي اسلامك لله الواحد القهار. ربنا يبارك فيكم انتوا اللي عسل يا عسل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يبقى الجنه للذين احسنوا الحسنى وزياده، الحسنى الجنه. يبقى اقرأي سوره التحريم، مالها سوره التحريم حافظاها؟ اقول لك كم ايه؟ 12 ايه. اللهم صل وسلم وبارك، عاوز الايه انا وانا اقول لك على رقم حافظها الحمد لله، حافظه القران بالايات، وعاوزه سور او نزول الايات اقول لي يعني، عشان لازم تاسلم واسلم خالص لله، مش على مزاجك ولا مزاجك. خلينا في الصلاه على الحب، خلينا في الجنه يعني، ما تشغلنيش الموضوع عن الجنه. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. للذين احسنوا الحسنى وزياده، الحسنى الجنه والزياده رؤيه الله عز وجل. في ايه بعد ايدي في سوره يونس، للذين احسنوا الحسنى وزياده في سورة اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خير. يبقى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في السورة اللي بعدها سورة هود، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. الله، يبقى السعادة مش سعادة الدنيا، السعادة سعادة قلب، السعادة سعادة ضمير، السعادة سعادة راحة نفسية، مش مال ولا مش الفلوس ما بتغنيش، الفلوس ما بتغنيش ابدا. ما كنتش تنغني من نفسك كده عمر ما مال الدنيا يغنيك، عمر مال الدنيا ما يغنيك. ما انغنتش انت بالله كده تقول يا رب اغنيني عن من سواك،
ربنا هيغنيك يا رب، احفظني واحميني، ربنا يحفظك ويحميه يا رب، استرني وارضى عني، هيحميك ويسترك. لازم لكن اللي عنده فلوس وعمال يكنز يكنز، يا ايها الذين امنوا يعني قوا انفسكم واهليكم نارا، اللي هي في سوره التوبه، في اللي يعني ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلوا اموال الناس بالباطل، الذهب والفضه يعني يكنزوا الكنز، يعني عمالين يعينوا فلوس الاخره، في يخش القبر يقول انا مالك انا كنزك، ما كنتش بتطلع زكاته ليه؟ ما بتطلعش زكاه نفسك ليه؟ يعني ربنا مدينا الصحه، اساعد الفقير واساعد الغني، اساعد الناس بصحتي، مش قادره ادعي، ادعي للناس، اخد صدقات طول ما انا قاعده، اصلي على حبيبي، ادعي للناس، ما طول ما بتدعي للناس بتاخد ثواب اصلا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول، ربنا يكبر خاطرك يا حبيبتي يا رب، ربنا يكبر خاطرك على السلطة. يعني على طول بس بيبقى بالليل وبالنهار كده، بس القبض هو بقى الساعة 1 أو 12 ساعات العصر. ربنا أجمل، بس ربنا يبارك فيك يا حبيبتي الأخت أستاذة انتصار روحي وعقلي، والأستاذة هاجر والأستاذ محمد أسلموا، ما ربنا يكتر الإسلام والإيمان. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يبقى يشوف الجنة مهما اتكلم عنه، صفات أهل الجنة اللي عملوا إيه، حبوا الناس ودخلوا، حب الناس بيدخل الجنة، تحب حب لأخيك ما تحب لنفسك، يعني حب لأخيك ما تحب لنفسي، زي ما أنا أحب أخش الجنة عاوزك تخش الجنة، بحب عندك عند الخير أحب يبقى عندك خير وأخير، عشان ما تحتاجيش لغيرك ولا تبص لغيرك، يعني تقولي يا رب اغنيني عن من سواك، اللهم اغنيني. الرسول صلى الله عليه وسلم من استغنى أغناه الله، ومن استعفى عفاه الله، يعني اللي بيبص لحاجة الناس ما بينفعش، أو اللي بيستنظر حاجة أو اللي لا، استنظر من الله، انظر إلى الله يعني في مخلوقات الله وآلاء الله، يعني نعم الله سبحانه وتعالى، تتفكروا في مخلوقات الله وآلاء يعني النعم، ولا تتفكروا في ذاته فتهلكوا سبحانه وتعالى. يعني ما اقولش تشوف الجنة، الله على الجنة مهما اتكلم الكلام مش هيخلص، عشان ماما تكره، ربنا يكرمنا بالجنات العاليات، يعني الجنة وما أدراك ما الجنة، نعيم دائم، يعني فيها ظل ظليل، الله ظل ظليل، يعني الشجرة يروح فيها ظل شجرة 100,000 عام ولا 500، يعني الظل بتاع الجنة 500 يعني سبحان الله، كلام كتير ولا يعني، بس أنا بجيب من آيات القرآن، يعني ما جبتش احاديث قدسيه ولا احاديث نبويه، يعني قليل لما يجي في دماغي، لكن انا بقول على القران. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، اللهم انك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا يا رب، ربنا يسخر لك يا رب حبيبتي ولا اللي ربنا يرزقك الطيب الصالح يا رب العالمين، يا رب يبارك فيك ويصلح حالك، ما تزعليش انت احسن من الدنيا بحالها يا رب العالمين، يا رب ارضنا يا رب ارضنا وارضى عنا. يعني شفت الجنه فيها ايه؟ فيها ما لا عين رات ولا اذن سمع، يعني فيها ما لا عين رات ولا اذن سمع ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون. الله الله على الجمال، فيها في القران، يشوف في سوره الواقع ايه، يعني جمال جمال وكمان، يعني المقربين فروح وريحان وجنه نعيم. الله على أما من كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المقربين، يعني شوفوا بقى الآيات، فأما إن كان من المقربين فنزل يعني فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، سبح باسم ربك العظيم، سبحان الله والحمد لله. أشوف الجنات في سورة عما يتساءلون، النبأ، إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا، يعني فيها كل حاجة. اللهم صل وسلم لسه بعد صلاة الضحى، اللهم صل وسلم، ربنا يشفيك ويشفي العقل يا رب العالمين ويكبر خاطركم. يبقى صلاة يعني اللهم وصلاة الضحى بتدخل الجنة، وكل حاجة بتدخل الجنة، طول ما أنت بتعملي أي حاجة تفرح. اللهم صل وسلم رحم السعودية، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين والسعودية كلها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يبقى الصلاة على الحبيب تدخلك الجنة، أي عمل يسير يعني بشره ولا تنفره. وأنا اتكلمت عن محاضرة قبل كده في محاضرة جميلة وعسأل منزلها على اليوتيوب على القناة، بشره ولا تنفره، بشره
اه ان شاء الله انت في الجنه. مين اللي قال لك اللي في ان في الجنه؟ مين اللي قال له؟ ربنا اللي بيعمل صالحات في الجنه واللي بيعمل غير ذلك في النار. مين اللي قال لك اللي تابهم؟ اللي قال لي تابهم ربنا اللي قال تابهم. انت شفت الكلام وبينقر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. احنا انت هتقعدي تالفي منافقين ولا مش منافقين؟ اترك الشيعه اللي انت فيها دي واجعلك في الاسلام الخالص. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ذلك حمدا كثيرا. اللهم صل. عملت كل الحاجه ما فيش فاضل الصلاه على شويه. اه فاضل الصلاه. عملت كل حاجه ماسكه بقى تقولي الصلاه على الحبيب الصلاه يعني القطعاء ولا الصلاه؟ انا مش عارفه انت بتقولي الابراهيميه. احنا في الجنه، احنا في الجنه. تعملي اي عمل كده اصلي على رسول الله، استغفري الله، تقولي الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فرعون ورب في بيته، عايز اسمع صوته لما فرعون اتربى في بيت موسى، اتربى في بيت فرعون. ماشي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يبقى مهما نتكلم عن الجنة ما ينتهي الكلام أبدا. عمره كلنا جيتنا في الجنة على طول. شفتي طول أنت في ذكر الله قاعدة في الجنة، تستغفري ربنا في الجنة. يعني باب للمستغفرين وباب للتائبين وباب في كل الأعمال الصالحة وباب يعني كل حاجة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد. وأنا أشهد على ذلك يا رب. بنصلي على الحبيب في كل لحظة وكل حين. صلاة كل صلاة الكمال والجمال. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطان. تفضل يا ماما. يعني الصلاة على الحبيب لا تحصى فضائلها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول. ما عندهاش حاجة، أنت تجيب لها المرض، ما عندهاش حاجة. هي عسولك منها ما نامتش اصلا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ربي رحيم، ارحمنا وعافنا واعف عنا. يبقى الجنه ما بتنتهيش ابدا ما دامت في السماوات والارض. طول ما بتذكر ربنا وتصلي على الحبيب انت في الجنه، وتقول يا رب اختم لنا بخاتمه السعاده اجمعين. السعاده مش السعاده، لا تحسبن السعاده جمع مال، انما السعيد هو التقي. يعني التقي هو السعيد. طول ما بتذكر ربنا وراضية ربنا هيرضيكم. ما انظرش لحاجه غيري، ما انظرش لجيراني، ما انظر، لا خليني في حالي. وربنا يتقبل منا الاعمال الصالحات يا رب العالمين. يقول لك وان يسير، وان يسير يسره الله على من يسره عليه. يعني يسر وبشر ولا تنفر، ما تخليش الناس تنفر منك، ويعني ما تكونش غليظ القلب، ينفضوا من حولك. خليك عرفهم الجنه، قول لهم عن النار، قول لهم الصراط المستقيم، كلمهم عن كل حاجة، عذاب القبر، نعيم القبر، يعني كل حاجة الرسول قالها وفسرها والناس تفرح ويقول لا تبلغوني عن أصحابي شيئا إني أخرج وأنا سالم الصدر صلى الله عليه وسلم. يعني ما بيشيلش غل ولا حسد. والجنة والقرآن مليان صفات الجنات كلهم. ومهما قلت مهما اتكلم الكلام مشايخنا. اللهم صل إن شاء الله تقول حال. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول. دعوته يا رب نجحك يا حبيبتي يا رب العالمين. اكمل كل هنيسه، اكمل كل يا رب ان شاء الله تكمل لي وتفرح. بس تذاكري وعليك بذكر الله والصلاه، تتوضى وتصلي وتلجئي ربنا كده وتصلي، اذكري الله وتصلي على الحبيب. اتفضل كده انتهينا من صفات الجنه ولا ننتهي منها، عشان ماما تحكي قصه سيدنا موسى مع فرعون في بيته. اتفضلي استكول عشان عاوزين نسمع صوتك. خليك زي ما انت. اسم امير. بارك الله فيك يا استاذ امير. ربنا يستر وياكم يا رب، يسهلكم حالكم يا رب. اللهم صل وسلم. اتفضلي يا ست الكل. اتفضلي يا ماما. ايام اول ما انولد سيدنا موسى لما واحده بتقول له يعني وليه من الدمارين دول، بتقول له هينولد عيل هيموتها، يعني لسه هينخلق عيل هيموتها. بقى سنة يموت الصبيان وسنة يسيبهم عشان الناس الدنيا ما تخربش. كل من جابت ولا يموت. ربنا نجحك يا أستاذ أمين يا رب تخش أحسن كلية. فجابت
ده مش اخوه هارون في السنه اللي بيسيف فيها العيال دي الصبيان. تاني سنه جابت سيدنا موسى، خافت عليه بقى هياخده يموته، ما هو بيخشوا غصب يخنقوا العيل يموتوه منهم. الله مالك بقى واللي حواليه يخشوا يدور، كانوا بيخبزوا راحوا ملفين الولا وحاطينه في الفرن اللي بيخبزوا فيه، في الفرن وهو بيخبز داروا يدوروا فوق وتحت ويهرسوا في الدار، قالوا ما بخلناش ولا حته بقى غير الفرن، غير اللي مولع الفرن اهو هيحطوه في الفرن. وراحوا ماشي انا ما افتكروا طلعوا الولا الا حلو وخالص وزي العسل. حقق لك امالك يا رب العالمين يا استاذنا الفاضل. اسمع بس القصه دي جميله. جت ربنا كلمها، ربنا عمل اكلمها بقى وقال لها ايه حطيه في 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 صندوق وارميه في البحر في اليم، ولا تخافي ولا تحزني. جالها نبتين ثلاثه راحت قالت راحت حطاه، جاب الصندوق وعملته من جوه ومن بره. طب تحكي يا بالبلدي يعني. وحطته في الصندوق وراحت قالت لاخته خديه حطيه في البحر وامشي قصاده شويه هيروح فين. تنو الصندوق ماشي 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 في البحر وقصاد فرعون وراح واقف القصر بتاع فرعون وراح واقف. قال لهم انزلوا هاتوا الصندوق ده اما نشوف فيه ايه. نزلوا جابوه قال ده الواد ده اللي هيموتني بقى اما انا اموته. ومراته ما كانش معاها صبيان بقى، معاها ثلاث بنات. الواد ضحك له بقى وربنا نزل في قلبه حنية، ده من كلام ربنا. سبحان الله. نزل في قلب فرعون الحنية بقى وقال مراته قالت له خليه عسى ان ينفعنا يبقى لنا ولا، ما معناش ولا عشان يبقى لنا ولا. سابه يجيبوا له المراضح كله ما يرضعش منك يا ثم رضعته. قال لها رضعيه الأول. سبحان الله. رضعيه عشان يعرف لبنك يعني. سبحان الله. كل ما يجيبوا له حد يترضع ما يرضاش ويصرخ ويعيط. حرمنا عليه المرضى. يعني ما يرضاش يمسك في حد خالص. وبقى يعيط ويصرخ. أخته بقى واقفة قالت لهم هاتوها أوديه لحد يمكن يرضع منه. كل لك السلطولها بقى وقال اخديه وفرحوا مني قالت ايه حد يمكن يرضع منه لوحده. راحت واخده الولا ومروحه لامه بقى رجع. كان ربنا رابط على قلبي عشان لا تحزن ولا تزعل. وربنا رد لها ابنها تاني بقى ترضعه بالاجره بقى يبعت لها فرعون الاجره كمان الاجره بقى وبقى يبعت لها فلوس وهدايات وكل حاجة انها بترضع ابنهم. ده بيقولوا ده ابننا بقى. طب اسمع فضيلة الشيخ انا هرد عليك يا حبيبي. انا يقبل النصيحة بس اسلم خلي اسلامك وجها لله، ما تقولش شيء على المشين. مش تقول لي بقى انا بنصحك، وانا قبلت النصيحة خلاص ما نزعلش من بعض، وانا ما بزعلش اصلا خلاص اتفقنا. بس اسمع كلامي اسلم، بس اسلم لله خالص. الله تفضل يا ماما. وقال له انا لبست وفينا ودينا، انت تربيت في بيتنا وانت عملت واكلناك وشربناك. ولما خلصت رضاها خلوه بقى ربوه بقى وكبروه. لما بقوا قصاد بعض بقى نزلوا في الحرب هو وهو بقى. قالوا ليه اللي هيموت بقى هيموته يعني هيموته. راح طالع واحد قال له لمه قال له كل البلد مؤتمرة انهم هيقتلوك، اخرج منها ان انا نصيح لك انا بنصحك اجري يا موسى من البلد دي عشان هيقتلوك. سبحان الله. راح واخد بعضه طالع يتركب وماشي وخايف وراح عندي مليانة. قال توكلت على الله بقى وراح لقى بيسقوا غنم وحاجات من بركة، لقى بنتين واقفين مزويين كده في ناحية. قال لهم ازاي يعني كل ما سقتوش؟ قالوا له احنا ابونا شيخ كبير واحنا ما بنسقيش الا لما الرعاء كله يمشي، الرعاء كله يشرب ويمشي نسقي. احنا فضلوا ميه نسقي ما فضلش خلاص. راح شايل الحجر وسائلهم الغنم وخدوا الغنم وروحهم وهو قاعد. قال يا رب اشمعنى انا اللي خلتني فقير كده؟ يعني بيتكلم ربنا بيقول له يا رب اشمعنى انا اللي خلتني فقير؟
ربي لما لان انزلت انت لي فقير كده يعني ما حبتش حاجه. ربي لما انزلت الي من خير فقير. من خير فقير. الزغه واحده جايه ماشيه على استحياء وحلوه ومطليه، وقالت له تعالى ابويا عشان ابي يديك اجرتها اجرت ما سقيت لنا. راح لابوه قعد يحكي له، قال له الحمد لله اني جت من القوم الظالمين. ربنا يبارك فيك يا استاذنا، انت فوق راسنا. واحده بس منهم قالت له يا ابي استاجرهم استاجرهم. ربنا يبارك فيكم. ان خير القوي الامين. عزبيني وكل الدين. نشوف حاجه تفتح. راح قال له تتجوز بنتي وتخدمني 8 سنين، وان اكملتهم 10 يبقى من عندك. يعني كله في القران، انا ما بجيبش حاجه من قلبي ولا من جيبي. كله في القرآن اهو بقى تقروه وتشوفوه. يعني ما بنقولش حاجة من تأليف أنفسنا، من القرآن قصة في الشعراء وفي القصص، ما سورة القصص. اتجوزي ربنا قال له لا تاخدي الكبيرة ولا الصغيرة، خدي المستنية. ربنا يبارك فيك. قال له كمان يا رب نقتها لي، نقتها لي كمان يا رب. ربنا يبارك فيك. وفرح بقى وفرح وخد المستنية. شوف سبحان الله. خلف العيال اللي خلفها بقى وقف سنة، قال له اما خلص ال10 سنين قال له الغنم ان جابت ذكوره لك والنساء لين جابت كلها ذكوره. تاني سنه قال له ان جابت نساء لك والذكوره لين جابت نساء كلين. خد بقى واخد ما راح بقى ومروح وعياله وكله فرحان ومروح. حبيبتي ربنا يحميك ومروح لانور كده يعني شر الاشرار وكل عين شافتك ولم تصلي وتسلم على سيدنا. لا شجره منوره كده. الابرام قال لهم هم قاعدين يفتحوا بقى من المشاوير ماشيين. قال لهم اقعدوا هنا هم يروحوا شوف النار دي فين. الشجره ايضا مولعه كده. راح قال له يا موسى اخلع يعني نعليك انك بالوادي المقدس صور. اطلبي زي ما عاوزتي تطلبي حضرتك تطلبي والله. يعني انت في الوادي المقدس في ايدك يا موسى. قال له عصايا هي عصاتي بس اوكأ عليها واوش بها على غنمي. بيحصل التحقق يعني عن الصلاة على الحبيب. ماشي يا حبيبتي. انا قال له قلبها، قال له ارمها يا موسى رماها صارت تعبان تتهز وتتلعب. عيني خاف يا اخوتي. ما بقولش لحد محتاجين. خاف يا خوتها. قال له خوتها ولا تخاف. يسأل السؤال بس بنسمع ماما. خوتها ولا تخاف. راح مال اختي وقال له وفلق الجبك كمان بيضة طلعها من غير سوء يعني ما انت تشاريها ولا حاجة. حطي لك في جيبك هتطلع بيض. من مصر بس قاعدين في السعودية. يعني البيضاء تخرج من غير سوء. من آية أخرى لأن آية يعني العصا آية والبيضة آية. علامات دي يعني معجزات. من معجزات سيدنا موسى. سيدنا موسى يعني ربنا اللي قال له كده. 9 آيات. من آية. على اخرج وروح لفرعون إنه طغى. يعني فرعون واللي وياه طاغم خالص. روح قول له هي كلمة لينة. مش قال له روح اضربه أو اقتله أو خبطه. قال له روح قول له كلمة لينة. ربنا يهديك يا أستاذنا. لحد ما ربنا يهديك. ويهدي لك اللي أنت عاوزه يصلح حالك وتتجوز مصري أسالية يا رب. صار يقول له بقى ربك في دار سنين بس صلي واذكر ربنا وعملت لك وخليتك وقتلت مننا واحد وسبناك. اسمع القصة بتاعتك. قتلت وأنا كنت يعني من الجاهلين. مش كنت ناصي بعدين قتلت وربنا جابني يعني لكم. ارسل معايا بني اسرائيل ما تعذبهمش. دين الاسلام دين الكلمه الطيبه. نعم ما انا بقول لي كده كلمه طيبه كلمه يعني قول له مش قال له اشتمه قال له اضربه قال له قول له كلمه طيبه. يعني انا مش كده يعني ايه مش كده انت لا يعني انت من اسبانيا يعني وبشرف لا ده الجا الى الله يعني وسيبك من الله. هتقول له تعمل ايه؟ تنك صلي والجا ربنا وصلي على رسول الله. مش انت مسلم الجا الى ربنا وصلي. مش مسلم تأسلم. اسلم كده وعين اسلامك كده. عاوز تتجوز مصريه يعني انزل مصر واتجوز من مصر. هي المصريه هتجي لك اسبانيه؟ ايه الحل؟ وانت مسلم تصلي وتركع لربنا وفي صلاه الليل الاخر. يا ريت الناس تفهم الدين صح وتمشي عليه. كانت الدنيا كلها بخير ان شاء الله. صلينا الفجر يا حاج. طب الحمد لله الحمد لله يا مطر. ليش ايه؟
مات أرجوكم كلام الحكم مسلم. الحمد لله، ألف حمد وألف شكر. خلاص يلقى ربنا كده في سماء في ثلث الليل الآخر، وتصلي وتلقى ربنا كده، ربنا هيديك اللي انت عاوزه. شوف سيدنا موسى لما انزلت اليه من خير فقير، ما كانش قلت حاجه خالص. يعني الجا ربنا وصلي ربنا هيديك اللي انت عاوزه. قال له ايه ده، يبقى ايه يعني تعمل لنا بيه؟ قال له كده، حط العصا اللعب ده جاي ساحر بقى. البيضه برضه قال ده، شوف الساحر ده جاي عشان ياخد ارضكم وزوركم صلى اللي حواليه يعني. انا صلينا من بدري، صليت من بدري، صلينا الحمد لله. لا جاي عشان يعمل لكم. يا سبحان الله. قال له هو بقى مفرعون بقى، فرعون وهمان وكل شوفوا ماتوا ازاي. اللي خسف به الارض قارون وهمان وكله، فخسفنا به وبداره الأرض. ما كان لهم فئة ينصرونهم من دون الله، ما كان من ذهب من فلوس من كله من كنوز الدنيا. يا رب اصلح حالك وبالك يا استاذ الفاضل. وخد بقى طلع يجري منهم بقى، هو والبوسه ابوس لك راسه والبتوع بتوعهم بقى، واللي مسلمين ويا سيدنا موسى لما اسلمهم لما عملوا كده. بصت لكم راسهم حبيبتي، حرمش مني. لموا سحرة البلد كله، السحرين اللي بيسحروا، واخوه بقى يلف وياهم، ما هو هارون وياهم، بقوا يلفوا، جابوا السحرة بقى وقالوا بعزة ايه فرعون، جابكم نيجي على فرعون وانتوا بيحلفوا بعزة فرعون ان احنا اللي احنا الغالبون. وحطوا بقى حبال وعصي وما نعرف ايه، وبقوا يتلعبهم وبقوا تعبين وكله. يعني موسى ذاته خاف من الحاجات دول، جه في نفسه خيف. قال له ارمي اللي في ايدك يا موسى، يعني ربني الهام وقال له ارمي اللي في ايدك. قالك ما في منك تلقى فيما صنعوا، اللي صنعوه كله حاطين لفاتهم هتبلعه كله. والعصا قال له ارمي ما في يمينك يا موسى، ربنا يشفيك. راح رماها كده، هو صحت لما اللي سحرينه كله وقاعدين يتعبوا فيه طول النهار كل يوم يسحروا ونايل، راح يبلعها كله، راحوا مأسلمين السحره كلها راحت مأسلمه. سبحان الله. قال لهم ده انا هقطع ايديكم ورجليكم واعملكم في جذوع الشجر، اربطكم في الشجر كمان. انتوا بتأسلموا من ورايا، صابخينها من ورايا، صار يشتموا. راح موسى بقى طلع منه بقى وجري، واللي مأسلمين وياه. ربنا قال له اخبط البحر بالعصا يا موسى، العصا هتفلق الميه كده وكده. مش قدرة ربنا فوق كل شيء، قادر على كل شيء، يعني ربنا قادر قادر وغيره ما يقدر. اضرب العصا. شوفي في دكتور ولا عميد كلية ولا عالم العملاء يخطب كده، اضرب العصا يا موسى. وبتشوف حط العصا راحت بالميه واقفه كده وكده. سبحان الله. عدى موسى واللي اسلم معاه كله عدى بالسلامه، وجاي فرعون يخش هو واللي وياه زيهم، راح البحر مطبوق عليه. بقى يقول انجدني يا موسى، انجدني يا موسى، انجدني يا موسى، ثلاث نوبات. ربنا بيقول له قال يا موسى ثلاث نوبات، لو قال يا رب نوبه واحده كنت نجدته. لا اله الا الذي امن دي به بني اسرائيل وانا من المسلمين الان وقد عصيت. بقول يا رب يا موسى، يا موسى انجدني، موسى هينجده من البحر بقى. الان نجيك ببدانك. يعني قال له ربنا كلمه قال له هعملك ببدانك بس عشان تبقى ايه للدنيا كلها، عزه وعبر، ايه كده للدنيا. الباخره تيجي في البركه بتاعته، باخره الحجاج اللي في البحر تقف كده وترتشى. سبحان الله، ربنا يسر امورك. ترتشى يعني تصرخ كده ولا كده، يبقوا اربع لنشات يتقلقلوا فيها على ما تتقلق. يا رب اصلح لكم بقى يا رب. شفت القصص الجميلة وربنا كرمه وعدوا ورجعوا بقى بلادهم تاني حلوين. سبحان الله، ربنا يعينك. وشكرا على الحمد لله، ربنا يعينك. شكرا لله. شكرا لك يا ست الكل. لو انا قلت ما هتخلص عمري. شفت يعني قصص، كلام القرآن حلو كله، لا ينتهي ابدا. كلام القرآن حلو يا بنت. ربنا يكرمنا ابوك يا رب. سمعت بقى القصه باختصار كمان. ربنا يكرمني يا رب. عند الناس كمان الشاشه.
اللهم صل يا رب، يديكم الصحة والسعادة يا رب، ونحن إياكم. ربنا يبارك فيك يا أستاذ محمد، أكبر خاطرة، يصلح لك وبالك يا رب، وصاحب الورد وكله، يعني الأستاذ محمد ابنك المسلم، المسلم ربنا يبقى يا رب. الله يسلمك، أكبر بخاطر ويصلح له حاله. القصة منك حلو، بيقولوا كلامك كله حلو، القصة منك حلو، ربنا يسترها وإياك يا رب. يعني بيسمعوا لك ويشوفوك في أسبانيا والدنيا والدول كلها، يا أولاد يا رب، إسرائيل هتسلم على إيدك إن شاء الله يا رب. كل اللي بيسمعونا ويساعدونا ويقوونا يا رب، اكبروا بخاطرنا كده، اكبر بخاطرهم يا رب بالحلو كله. يا رب، شفت بقى انت الحلوه بتاعتنا كلنا ماما، ربنا يسترها وياكم كلكم يا رب. ومن السعوديه انت احلى احلى مكان، السعوديه ربنا يبارك، من الكويت بنحبك، ومن الكويت بيحبكم، من السعوديه ربنا يبارك فيهم، والسعوديه كمان ربنا يبارك فيهم، يبارك فيهم يا رب ويصلح حالهم يا رب. رب اصلح حال العباد. شفت بقى، يعني دعوات مستجابات، وقصه جميله ولا ينتهي القصص اصلا، ما بيخلص كل كلام القران حين قصه. هتلاقي في سيدنا موسى مع البقره، سيدنا موسى مع فرعون، سيدنا موسى مع اهل مدين، سيدنا موسى مع شعيب، سيدنا موسى مع والبنات، وهكذا. انا نعمه من فارس من المغرب، يا اهلا يا وسهلا يا استاذه نعمه من فارس المغرب، بلد دولة يا رب، دوله المغرب، وتشرفونا انكم بواجبكم، انتوا اللي احنا عنانا لكم. ربنا يبارك فيكم يا رب، ان شاء الله رب يبلغكم حجه وعمره يا رب، ونقوم بواجبكم، احنا اللي نساعدكم بعنان، احنا بنحب نساعد الناس، ربنا يكتب لها الحج يا رب السند يا رب، يا رب يا رب، اكون يا رب، وانت موت على عرفات يا رب يا رب يا بنت يا رب. يا رب يديك، هكون ختمت القرآن بقى يا فاضل لها، ختمت كم مرة الحمد لله، فاضل لها جزئين يعني، جزء وشوية كده هيتم بقى، بس العصر عنان إن شاء الله، بعد العصر الساعة 5 كده أو بعد، يعني إن شاء الله هيبقى محاضرة جميلة. هشوف لك، عاوزين أشغلكم بأي محاضرة، إيش المحاضرة اللي عاوزين، يعني تبع الجمهور تبع المشاهدين، ما بقولش حاجة، اللي انتوا عاوزينه هشرحه لكم، بس عاوزين تفسير هنقول تفسير، عاوزين نحفظ القرآن نحفظ، عاوزين محاضرة في الفقه أقول فقه، يعني هشوف اللي انتوا عاوزينه، عاوزين في الميراث، عاوزين بس الميراث زي ما قلت لازم ينشر على سبوره، وإن شاء الله السبورة دي هتيجي إن شاء الله. هذا أحلى وقت وراء صلاة الفجر، ما احنا بنحب كده كده، بنتنينا لديه مستمر يعني، عشان صلاة الضحى كمان، عشان بتنين قاعدين لحد الضحى، لو حتى ايه قاعدين كده تصلي بقى، تفطر فطرها اشوف تعمل ايه، وبعد كده تخش تنام في الاوضه، اقوم بقى كل شويه بقى اللي انا عليه تقول لي لا نامي بقى، اجي انزل فيديوهات بقى، عشان لازم انزل فيديوهات على القناه، وربنا يبارك فيك. يعني لو عاوزين مثلا حديث قدسي من الاربعين النووي هشرح حديث، عاوزين حديث من البخاري، عاوزين حديث يعني هجيبهم اللي عندي الكتب المكتبه قدامي، لكن انا ما بشرح القران، انا يعني بيجي لي راحه نفسيه كده تفسير القران، وكمان يعني قلت يا رب عنا عليه، لان تفسير يعني زي ما قلت مهمه صعبه، ولا هيك انه مش صعبه، هو ربنا اللي بيسهلها وبيدبرها ان شاء الله. شوفي يعني الايه بتدخلني في ايات، وبتدخلني في نزول، بتدخلني يعني في مثلا في فقه، حكم فقه، حكم سنه، حكم يعني اعراب في النحو، صرف، تشبيه في البلاغه، يعني بتدخلك في العلوم كلها، ايه يعني توحيد، يعني جميع العلوم، فيزياء، كيمياء، بيجيب لك جميع العلوم، تمييز في النحو. ربنا يبشركم بالخير والجنه يا رب العالمين، يكبر خاطركم، يعني حضرتكم اللي انتوا عاوزينه هشرحه لكم. الشيخ الشعراوي كده بيدخل، هو بيجيب كل وماسك المصحف، النهارده قعدت اتفرج عليها في القناه، ماسك بيجيب كل كلمه من سوره، يعني هو في سوره يونس جاب، قلت لها سمع ماما، جاب من سوره المنافقون زي ما بعمل كده، سبحان الله، لقيته النهارده قلت لها شوف ماما، يعني انت بتقولي لي خلصي خلصي اللي قدامي، شوف بيجيب زي ما انا بعمل اهو، قلت لها على طول كده، يعني انا في مثلا في البقره تلاقيني اجيب من زي ما انتوا عارفين، وحضرتك النهارده هو بيشرح في سورة يونس تفسير من الآية 65 لحد 67، المهم ايه لقيته جاب في سورة ايه يا ربي المنافقون، وفي سورة تانية، يعني جاب يعني بيجيب آيات ليخرجن الأعز منها الأذل، وفي موسى، وفي موسى، في سورة موسى، لا يعني بيجيب صور اللي هي عادي يتكلم على موسى وكان الله سمعها، قصة سعيد ابن الجبير مع الحجاج صف، أنا سمع بقولها لكم يعني
قصة سعيد بن الجبير مع الحجاج الثقف إن شاء الله. يعني عارفاها أصلا في السيرة. اللهم صل وسلم وبارك على خلاص هشرح لكم العصر يا بالله، بس ان شاء الله بدل انتوا طلبتوا بس بعد العصر ان شاء الله عناية لكم. يا ربنا يعيننا يا رب ان شاء الله، ربنا يكبر خاطركم. سمعها للحاجين. لا ما انا هقولها على الهوا ان شاء الله، وهي حافظه القصص اصلا يعني، يعني واسماء ابنها عبد الله بن الزبير، لما بنت اسماء بنت ابو بكر امام لما انعمت وعندها 90 سنه وانعمت وقالت له يا اما الشهاده يا اما ترجع لك، يعني قصص طويله ان شاء الله. اللهم صل وسلم. اخت عين ايه تظهر ولا بتقول ايه؟ مش فاهم انتوا بتظهروا. اخت عينزه عاوزه تظهر تطلع معانا يعني، انت بتكلمنا عاد لو ما ترن ما ترن وانا هفتح ليه حبيبتي بقى. اللهم صل. بتقول ايه؟ نقيد ونقيدنا ولا وضح الكلمات كده نشوف. اسلم بعد الشاشه عشان ماما. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيد. نفيد وتفيدنا، احنا اللي بنستفاد منكم. ما تقولش كده، احنا اللي بنستفاد منكم. ربنا انتوا الاحسن. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. ما بجيبش حاجه من هو ربنا، القران من الله وهي تفسير هو اللي بيلهم الواحد بيشرحه يعني مبسط. اللهم صل. بالفاء نفيد ولا تفيد وتفيد نفيد وتفيدننا ولا اللهم صل وسلم وبارك عليك. ما هي بالفاء من الارض يعني بتستفادوا منا ونستفاد منكم. لا احنا اللي بنستفاد منكم، انتوا الخير والبركه يعني بتسمعونا وبسعه رحب وكل حاجه. كيف عمل طريقه ايه المكرونه؟ المكرونه انا بطماطم ولا مكرونه ايه بشاميل؟ ما في انواع المكرونه، عاوزه حبه وحبه زي الرز ما تحمرك المكرونه. اعمل اقول لك انواعها يعني المكرونه يا حبيبي ولا حبيبتي بتنعمل ازاي بقى؟ تجيبي ميه وتسلقها، بس تجيبي حله كبيره واسعه مش كبيره قوي يعني، عشان بتبقى اما بتغلي بتفور الميه، ولما تغلي تروح حاطه الكيس او اللي هتحطيه المقدار اللي هتحطيه، وبعد كده تقلبها شويه وتسيبيها وتغطيها عشان الحله لما تبقى واسعه او غويطه مش هتفور على البوتاجاز وتبهدلك البوتاجاز، وتسيبيها ولا تحطي زيت ولا قرف عشان مش هتعجن كده كده مش هتعجن. انت ما تحط في بين الناس بتحط لها زيت يا ماما؟ ماما ما حطيت لها زيت ابدا ولا بنحبها، لان كده كده انت هتقليلها هتعمل البصل بقى وتحط لها بقى التغذيه دي تقليه، تقلي لها البصل وبعدين توم كمان يعني بقى، وتحط لها طماطم بقى طازه كده في تضربها في الخلاط. بتبقى طماطمها ياما بتبقى اه، تكتر لها الطماطم بعملها. ماما تقول لي ماما بتقول لي حاجتك عسل، بعمل حاجه باتقان كده واعمل براحتي يعني. لكن والرز بشعرها والحاجات دي سهله اصلا، والمحشيات كلها سهله عندي، ما فيش حاجه صعبه، ما فيش حاجه بتقف قدامي اصلا، لان المحشيات دي اسهل حاجه. صح يا ماما؟ كل الخيرات يعني بحشي كله في وقت واحد، كله ورق عنب كرنب بذنجان كله كوسه كله طماطم بطاطس من كل حاجه تلاقي بصل بتتحوي كل حاجه بتحشي كل اللي مش عارفينه كله. ربنا يعمل كوسه. لا يعني بحشي جميع المحشيات يعني، كرنب مع العنب مع الكوسه مع البذنجان فلفل اللي ورق العنب بيكون في عزومه، ما فيش بعمل بقى على قدنا عشان احنا بناكل حاجه بسيطه، او بعمل اكل بقى رز وشعريه بسله باميه ولحمه اكيد يعني فراخ حسب ما مكرونه بشاميل. بعدين تقلي بقى التقليه تحمر البصله او كده، وبعدين تعمل ايه بقى؟ وبعدين توم بقى توم تكون بشراه زي البصل، وتروح حاطه الطماطم، طماطم تكون حمراء لان الصلصه ما بتبقاش حلوه اصلا. الطماطم الموجوده هي الصلصه تحطها يا خلاص، لو في طماطم مش حمر قوي حطي صلصه عشان تحمر لك ال انت كمان منها وخلاص. الطماطم تخليها مسكره اه، الطماطم بقى ممكن طازه كمان تخلي الاكل سكر كده. واحنا بالله كنا نعملها بقشطه تبان مكرونه انا بظهر
بظهر الأطفال ولا بتقول أنا تسأل فيها شيخ إزاي؟ على المكرونة. ما ده حكي الشيخ هيعمل لها المكرونة. على فكرة أنا نكتة يعني بضحك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول. وبعد كده خلاص عملت تغذية، تروح بقى حط جايبة المكرونة حطها في التغذية وخلاص، صفيها كده هتصفاها الأول في مصفى يعني عشان المي، صفيها مصفى غير مصفى، صفي بالحلة كده يا صباح الورد والعسل مصفي ياهو، وتروح حطها على ده وتقلبيها وتشوحها شوية وخلاص، يتوب على المسلمين. بس المهم بعدين تروح بقى حط ايه توابل بقى يعني ملح وتوابل حطي بقى اللي عندك حطيه توابل كله. ادعي يا رب رايح امتحان، ربنا ينجحك يا حبيبي يا رب يسهل لك الامتحان يا رب يسهل لك يا ابني يا رب، يعني كل حاجه سهله يعني يسهل لك الصعب يا رب. المكرونه البشاميل بقى سهله، نفس هتسلق المكرونه وتفضف في مصفى وتروح عامله البصل وتحط اللحمه وبعد كده الدقيق بقى السمنه ودقيق ولبن وتعملها لحد ما تسبك يعني تبقى سايله كده شويه على النار، وبعد كده بقى تروح حاطاها في الصينيه وفي الفرن. اللهم صل، انتوا عارفين كل حاجه احسن مني اصلا. اللهم صل وسلم يا ماما عدا، انا دكتوره وانا دكتوره فقراس راسه وانا. اللهم صل وسلم وبارك في عمر محدد الاه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، ربنا يكرمك الاهل ولا بتقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ربنا يصلح حال العباد والبلاد. يا الهي يا الهي ليس لي رب سواك انت يا الهي يا رب، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. بنت اختي بكره عندها امتحان البكار، لي يا رب اكرمها يا رب وتجيب الدرجه العليا يا رب، جيب الدرجه العليا في البكار يا رب واصلح حالها وتتجوز وتفرح يا رب، وتبقى معيدة في الكلية ولا عمدة الكلية ولا تزعل يا أحلى دعاء. أنا بحب العلم وأهل العلم واللي بيتعلموا يا رب. اللهم صل وسلم ادعي لهم ماما ربنا يوفقهم يا رب توفقهم كلكم يا رب، ادعي للدكتورة نجحكم يا رب، ادعي للدكتورة هانا بكل لقيت شغل عيال تطهرهم ولا ربنا يصلح الحال يا رب يبارك فيك. اللهم انك عفو كريم تحب ماما الحاجه، ادعي لي بتوفيق ربنا ينجحك يا رب ويوفقك يا حبيبتي يا استاذه انتصار انت حبيبتنا يا رب يا رب، انت اللي بتقعد تسمعينا للاخر، كله بيدخلوا ويمشوا بيستاذنوا وراهم مشاوير مشاغل، اقول لهم لا اقعدوا لا انا براحتهم هم بيدخلوا يسلموا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. اللهم استراحة بقى إن شاء الله، وماما هتقرأ سورة السجدة. لكن ما هيمشوا بقى. مش هيمشوا بقى، قاعدين يسمعوك. بتقول هيمشوا بقى، شوف زعلانة مش عاوزة تقرا. بتقول هيمشوا. أروع الأجازة برفع ابن سهول الأمور يا رب العالمين. يسهل لك الأمور في الأجازة وتفرح. لا أبن الحاج في الله الحق. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول. كم سنة كم سنة؟ نجيب لها كم سنة؟ ربنا بيصل على النبي كده 85، بحبكم قوي قوي، احنا بنحبكم في الله. اللهم ان المحبه في الله تدوم، الحمد لله احنا بنحبك، نعم المحبه في الله دائمه، ونلتقي على خير في الجنات يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، واللي يفتح اللي عاوز يرن احنا بنفتح معاد، انتوا حبايبنا ما بنقولش يعني، ما كان بترتل القران تقول لي افتح عاد، لا يا ماما انت بتقري القران، تقول لا افتح، يقول لها ايه فتحت ولقيت انت كده، عمل لها 10,000 مشاركة ما شاء الله، شفت بقى يعني ما ويسلم عليها انت كده يعني ما شاء الله عليه. كانت بتقرا في سورة الأنعام سبحان الله، وعمال يكلمها وهي بتقرا بقى، هي هتشوفوه وشها في القرآن شايفاها أصل، وأنا بضحك بقى، وهم اتنين كانوا شباب، ربنا يصلح حال العباد والبلاد ويهديهم ويبارك فيهم يا رب يا رب يا رب اصلح حالك دي كل من كان يا رب. اللهم امين، كل امك الحاجه تدعي لوالدي يونس ولا رب يسهل امورهم في الدراسه يا رب، الاستاذ يونس سهل له كل الامور، اهل الصوبه طهر عبل ولا من عارف.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وأنعم وأكرم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا جزيلا يا رب العالمين. لك الحمد على كل حال يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، كما باركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا على أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد ولك الشكر لازم يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. إن شاء الله استراحة قصيرة تقرأ سورة السجدة بس إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ربنا يكبر خاطرك يا رب العالمين. ان شاء الله حالا نفتكر سورة السجدة. اهدي نفسك، يعني تهدي للمصحف، اهدي لنفسك كمان عشان الشاشة. اللهم صل، خلي وشك الشاشة كده عشان اضحك كده ماما. انت وشك عاوزة تنام ولا ايه؟ صلي على النبي، صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.